في قلب الأدغال الإفريقية تتربع الأفاعي على عرش المملكة، بينما تعاني الأسود ويلات هجماتها الشرسة. تترقب الأسود في حذر، فهي تعلم جيدا قوة الأفاعي وشراستها. عندما تقترب صغار الأسود من المياه فهي في خطر لا محالة. ترصد عيونها الصغيرة أفعى الكبرى الفتاكة تسبح بالقرب من النار. تتربص أفعى الكبرى بصغار الأسود لعلها تحظى بفريسة اليوم. وفي أغلب الأحيان تتربع الثعابين والأفاعي على قمة أكثر الحيوانات السامة في العالم، ولكن ليس كل هذه الكائنات قادرة على إفراز السم، بل أن فصائل معينة منها مرت بمراحل تطور جعلت بوسعها حقن السموم عبر أخاديد موجودة في أسنانها. ومن طقوس الكوبرا الملك عند الهجوم النظر بتمعن في وجه الضحية. تنظر الكوبرا الملك في أعين صغار الأسود قبل الهجوم الشرس، وعلى ما يبدو أن صغار الأسود لا تدرك خطورة تلك الزواحف الشرسة. تهع أمهات الأسود لإنقاذ الصغار من بين أنياب أقوى المفترسات الإفريقية. أفعى الكوبرا الملك إنها حقا من أشرف الكائنات البرية، فعندما يضيق الخناق على تعبين هذا النوع تلجأ إلى فتح فمها في وجه مصدر التهديد وإصدار هسيس وفحيح لردع هذا المصدر. ولكن تلك التعبين لا تغرس أنيابها السامة بالفعل في جسد من يواجهها إلا إذا ما تعرضت للابتزاز بشكل أكبر من ذلك. أمهات الأسود تعرف جيدا قوة تلك الأفاعي الفتاكة، وتصرخ لإخافتها ودرء الخطر عن الصغار. إنها حقا الأمومة في عالم الحيوان. تحاول الأسود مهاجمة تلك الأفاعي العملاقة، ولكن شراستها قد تمكنها من الانقباض على الأسود الكبيرة وإلحاق أضرار بالغة. تلك الأفاعي العملاقة قادرة على تحطيم الأسود وإذاقتها مرارة الهزيمة. تنقذ الأفعى في حركة فجائية وتتمكن من إحدى النبوءات، ولكن كثرة أعداد الأسود أربكتها واستطاعت التغلب عليها بأعجوبة. وبعد صراع مرير تمكنت الأسود من السيطرة. قد تهاجم الأفاعي صغار الأرانب، ولكن الأرنب الأم تواجه بكل بسالة دفاعا عن صغارها، وتنقض على الأفعى في هجمات خطيرة لإبعاد الصغار. وعلى ما يبدو أن الأرنب الأم نجحت في إفلات الصغار من بين أنياب الأفعى الشرسة، واستطاعت إبعادها بشكل لا يصدق. ولكن الأفعى كانت عريضة وانقضت على الأرنب الأم لإسقاطها والفوز في المعركة. ودارت بينهما معارك ملحمية للبقاء على قيد الحياة. الخنزير البري واحد من حيوانات البرار العشبية، وبرغم سرعته الفائقة وخفته ولياقته البدنية القوية إلا أنه عرضة لهجمات الأسود الشرسة. فعندما تهجم الأسود فليس هناك مفر سوى الفرار والنجاة. تطارد النبوءة الخنزير البري بسرعة فائقة، فعلى ما يبدو أنها لا ترغب في إفلات فريسة اليوم. حاول الخنزير البري الفرار والنجاة، ولكن أمام سرعة النبوءة وشراستها لم يكن محظوظا اليوم. فقد تمكنت منه الأسود المفترسة وفازت بوجبتها. إنه حقا على الحيوان. وأخيرا لا تنسى الإعجاب بالفيديو والإشتراك.